المرة اللي فاتت أخذنا اللي هو البيسك سيركت إليمنتس، بدأنا بالبيسك سيركت إليمنتس وشفنا اللي هو كان عندنا إذا بتذكرين المقاومة، وشفنا إنه كلنا بنقدر نوصف المقاومة عن طريق علاقة التيار مع الفولتج، وقلنا بنوصفه حسب قانون أوم. وبنفس الوقت قلنا بدنا نكون حذرين بموضوع اللي هو الكونفنشن، الاتفاق اللي اتفقنا عليه، مظبوط؟ الكونفنشن اللي اتفقنا عليه، بحيث انه ناخذ بعين الاعتبار الدايركشن. طيب لو طلعنا هون مثلا قلنا اذا البلس موجوده هون والنيجاتيف هون، قلنا اللي هو البوتنشال دروب بهذا الاتجاه والتيار بهذا الاتجاه، if they are in the same direction inside the element قلنا بنحط البلس هون، واذا كان العكس يعني هي اتجاه البوتنشال دروب وهي اتجاه التيار عكس بعض بنحط النيجاتيف، وقلنا هذا النيجاتيف هو للدايركشن، وقلنا في عندنا الكوندكتنس اللي هي الكوندكتنس تساوي 1 على ار عكس المقاومه. هذا بالنسبه ل اللي اخذنا. طيب الان شفنا تو سبيشال كيسز، قلنا الشورت سيركت والاوبن سيركت كيس. الشورت سيركت كيس اذا متذكرين قلنا انا شو عندي يعني شورت سيركت كيس، يعني بدك تتخيله مثل بالضبط انه عندك انت سويتش، احسن ابلكيشن عليه اللي هو السويتش، مفتاح. المفتاح لما يكون هيك مفتوح ما في اغلاق للدائره، صح؟ هاي في اوف تي، خذ اياها او خلينا نظبط هيك، نظبط لكم اياها حتى قلنا الشورت سيركت والاوبن سيركت، بقدر اتخيلهم كانه مفتاح، اي مفتاح كهربائي مثل الموجود عندكم بالبيت. قلنا اذا المفتاح مفتوح بيكون التيار اللي هون اذا كان مثلا اوبن سيركت، اوبن سيركت صح، قلنا التيار هذا اي، قلنا شو قيمته اي؟ تساوي صفر صح، وقلنا الفي هذا الفي كان بي اني فاليو، اني فاليو كان بي اني فاليو بيست اون ذا سيركت الموجوده مشبوكه معها، بعدين بنشوف كيف. هلا اذا اجى السويتش هذا سكر هيك، سكر صح بالازرق، صار عندي شورت سيركت، مزبوط. وقلنا بالشورت سيركت الفولتج شو بصير؟ هو عباره عن ار في اي، مزبوط. الفولتج ار في اي شو يساوي هنا؟ قيمه المقاومه كم؟ صفر. اذا قيمه الفولتيه صفر، قلنا السلك دائما هو صفر، والاي كان بي اني فاليو، اني فاليو. قلنا هذا موضوع الشورت سيركت، يعني اذا كان عندك اللي هو في الشبكه بيمر كل التيار بيروح عليه، وقلنا هذول التو اكستريم بوينتس. اذا هذول التو اكستريم بوينتس للمقاومه، ممكن تكون الار في هذه الحاله شو بتكون بالاوبن سيركت، المقاومه بالمقاومه شو بتكون بالاوبن سيركت، بتكون انفينيتي بالضبط، وبالشورت سيركت شو بتكون؟ زيرو، بتكون صفر. هذه ار صحيح، يعني هذول التو سبيشال كيسز للمقاومه. طيب وبعدين جينا نتذكر مع بعض، قلنا خلينا نشوف نمشي مع بعض، شفنا كمان علاقه الباور، قلنا ثلاث اكسبريشنز للباور، وشفنا كمان اللي هو علاقه التيار مع الفولتج ب مين؟ بالكاباستر، كابستر، علاقه اشتقاق، مزبوط. وبالاندكتر نفس الشيء شفناها، نفس الشيء برضه علاقه اشتقاق او تكامل، بتختلف شوي عن المقاومه. وشفنا اشكال الديب اندبندنت سورس، مزبوط. وشفنا شو تعريف الاندبندنت سورس، قلنا شو تعريف الاندبندنت سورس، بنلخصه بالحاله هذه اللي هو، اللي هو ايش بنلخصه بالحاله هذه، قلنا انه الاندبندنت سورس الفولتج اللي بيعطيها، الفولتج اللي بيعطيها ثابته whatever the current is، في ثلاث حالات. تخيلوا هاي التيار هنا 100 امبير ما اللي دخل فيه، 20 امبير، 2 امبير، ولكن الفولتج ثابت، ثابت في كل الحالات. طبعا شو اللي بغير التيار؟ كنا اللي بغير التيار هو السيركت، يختلف اختلاف السيركت، شفنا لما بدلنا المقاومات مع بعض. طيب
الآن الفولتج طبعا هذا مثال أخذنا المرة اللي فاتت ما بدنا نمشي عليه، وشفنا أشكالهم أنواع الفولتج، وشفنا كيف إنه تغيير المقاومة أو السيركت، هذه هي السيركت تغيرت في الحالتين، فبنلاحظ إنه إيش تغير التيار مع ثبات الفولتج، طبعا هذا حسب قانون أوم. جينا على الاندبندنت فولتج سورس، طبعا كملنا على الاندبندنت، قلنا في عندي ايديال كيس وفي عندي اللي هي ايش براكتيكال كيس للمقاومه، بيكون هيك تغير الفولتج فيها. وشفنا وناقشنا المره اللي فاتت شو سببه، قلنا الانترنال ريزيستنس الموجوده بالسورس دائما، وعرف نفس الشيء كمان اللي هو اندبندنت كرنت سورس، قلنا الاندبندنت كرنت سورس التيار دائما ثابت، صح؟ تيار دائما ثابت وبتغير الفولتج مع تغير السيركت المشبوك عليها. طيب واخذنا طبعا نفس الشيء مثال حتى نلخص، وشفنا الايديال كيس والبراكتيكال كيس، قلنا احنا بنشتغل على الايديال كيس. وجينا على الديبندنت سورس، قلنا شو الفرق بين الاندبندنت والديبندنت، قلنا الاندبندنت اوكي، قلنا الديبندنت سورس بيعتمد قيمته، يعني لو طلعنا على هذا مثلا نقرأ هذه العلاقة، هذه لو أنا جيت هنا أنا طلعت على هذه العلاقة تاعته constant، هذا constant مظبوط، وهذا قلنا إيش volt، هذا somewhere في الدائرة الكبيرة بيكون موجود، عشان هيك بنقول عنه voltage controlled. ليش voltage controlled؟ من هذه، وهو نوع فولتج سورس. ليش فولتج سورس؟ لانه بلس ماينس. وجينا على هذه نفس الشيء، قلنا هذا كونستانت ثابت، هذا اذا كنترولد باي كرنت، ايوه كرنت كنترولد، وقلنا لانه بلس ماينس هو عباره عن فولتج سورس هيك بنسميه. ونفس الشيء جينا على هذا طلعنا اتس كنترولد باي فولتج سموير ان ذا سيركت، اذا بنقول عنه فولتج كنترول شو نوعه؟ كرنت سورس. وعندنا اللي هو اللي بعده كمان اللي هو النوع الرابع. اذا اربع انواع، وكنا هذا له ابلكيشن دايركت ابلكيشن بالالكترونكس، لانه في له الامبليفاير مثلا، وضربنا مثال عليه الصوت والمكبر الصوت. طيب هلا ناخذ تيستينج انتركونكشن اوف ايديال سورس. اتفقنا على الايديال سورس يا جماعه قبل ما نبلش التيستينج، اتفقنا على الايديال، قلنا ايش في الايديال تيستينج، الايديال خلينا نتاكد هون الايديال سورسز قلنا عندهم شغلة، إنه مثلاً لو قلت أنا voltage source dependent independent، قلنا لما يكون ideal شو يعني ideal؟ يعني constant fixed. نفس الشيء ال current source شو قلنا ال ideal؟ يعني constant fixed ثابت، مظبوط اتفقنا على هذا الكلام. هاتوا نفحص هذولا ال connections نشوف هل هم مقبولات ولا غير مقبولات، acceptable ولا غير they are not accepted. هات نشوف، هاي اول دائره نعطيكم اياها، هاي هل هيدي مقبوله ولا لا يا جماعه؟ هاتوا نناقشها مع بعض. هاي التيرمينالز تاعت التو سورس، صح؟ قديش هون الفولتج عليه؟ 10 فولت ثابته، وهون قديش؟ 10 فولت. مسموح اشبكهم؟ مسموح، ما في مشكله. قلنا لازم على طرفينه. هاتوا نرد نحكي من مره، هاي كلير اول، اوكي هذا ما بمسح ليش؟ طيب لحظه يا جماعه خليكم معي بس، شو ليش ما بمسح؟ طيب ما في مشكله. هلا اوكي، اذا نشوف اول سور زي ما حكيت هون، بدنا نفحص انه هل مسموح ولا مش مسموح. زي ما قلت انه مسموح، لانه طرفينه كل سورس منهم له نفس القيمه ونفس الاتجاه، اذا ثابته على طرفينه. قلنا الفولتج سورس اهم شيء يكون على طرفينه ثابت القيمه. نشوف المثال الثاني، هل هذا مسموح به؟ شو رايكم؟ لا. ليش؟ لا مش، ليش مش مسموح؟ مش ثابته لانه مش نفس. إذا هون طلعوا هيو على هاي طرفينه، افصلوهم عن بعض، صح؟ هذا على طرفينه كديش فيه؟ 10، وهذا على طرفينه كديش فيه؟ 5.
مين اللي يسيطر؟ ممنوع. احنا كلنا لازم على طرفين السورس يكون كونستانت، اذا هذا الكونكشن غير مسموح فيه. شوف اللي بعده، شوف اللي بعده، اللي بعده شو بقول؟ هات نشوف كرنت سورسز. هات نشوف الكرنت سورس شو المطلوب منه؟ انه يكون قيمته واتجاهه ثابت، صح؟ هاي هذا قديش مر فيه؟ قديش؟ خمسة امبير. خمسة، وهذا؟ خمسة امبير. خمسة، هل هم بنفس الاتجاه؟ نفس الاتجاه. اذا مقبول ولا لا؟ مقبول. 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 بالنسبة له شو الكرنت سورس بقول لك؟ انا ثبت لي التيار مع اتجاه، والفولتج مش مهم عندي. مظبوط؟ والفولتج مش مهم. نشوف اللي بعده. اللي بعده شو رايكم فيه؟ سي اي. هذا الاخير شو رايكم فيه؟ مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. مقبول. ليش؟ مقبول دكتور. مقبول. هلا بالنسبه للسورس هذا اللي هو الفولتج سورس بقول لك ثبت لي الفولتج، الفولتج ثبت 10 فولت تمام. وبقول لك وات از ذا كرنت از، مش مهتم بالتيار. ونفس الشيء بالنسبه للتيار، هل هو مهتم بالفولتج؟ لا لا لا. اذا هذا مقبول. مقبول. شوف اللي بعده. اللي بعده شو رايكم؟ هات ندردش فيه. يلا اللي بعده، هات هذا فولتج سورس صح؟ الفولتج قديش عليه؟ 5 فولت. 5 فولت. وهذا شو، هذا كرنت سورس ولا فولتج سورس؟ هذا كرنت سورس. كرنت سورس. كرنت سورس يعني تيار صح؟ صحيح. هل مقبول ولا غير مقبول؟ التيار مع الفولتج ما فيهم مشكله، مقبول صح؟ مقبول. 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 وانت بصير عندي الاشكال لما يكون كرنت سورسز مع بعض او فولتج سورسز مع بعض. نشوف اللي بعده. لحظة هذا ما هو عندي اللي جبته أنا جديد. لحظة اللي بعده شو وضعه؟ مش مقبول. مش مقبول. مش مقبول. مش مقبول. ليه؟ لأنه عندي 2 current source ومش مش ثابت، يعني هو في عندي 2 أمبير و 3 أمبير. صحيح. إذا شوي يا جماعة، أنا جايب واكوم هذا الجديد ولسه مش متعود عليه، بحاول نتعود عليه شوي شوي. طيب قلنا اذا ايش؟ قلنا ايش؟ مش مقبول. مقبول. عليه كمان مره. هاي التيار، احنا قلنا التيار لازم يحافظ على القيمه والاتجاه، مزبوط؟ صحيح. هذا اتجاهه هيك، قديش قيمته؟ 2 امبير. هذا اتجاهه هيك، خلص ما بكمل، ممنوع الاتجاه يتغير. صحيح. مزبوط؟ اذا هذا غير مقبول. طب لو كان هيك، اخذنا برضو غير مقبول. غير مقبول لانه لو كان 5 و5 امبير غير مقبول برضو. غير مقبول. الاتجاه، اذا لازم نحافظ على الاتجاه ونحافظ على اللي هو القيمه. بالضبط. وهي الحلول موجوده عندكم بالسلايد. طيب نيجي على الباور والانرجي. هذا مراجعه، اخذنا واي باور اند انرجي امبورتنت، قلنا لانه الكرنت والفولتج ار يوزفول ان اناليسيز اند ديزاين اوف الكتريكال سيستمز. بس لما انت تيجي بدك تصمم مثلا ميكانيكال سيستم بتصير تهتم بالباور والانرجي، لانه مثلا الاوتبوت هو ميكانيكال اور مثلا وات ايفر. اذا لما يكون عندك الاوتبوت نون الكتريكال فبصير انت مهتم بالباور وبالانرجي. وشيء ثاني قلنا الشيء الثاني اللي هو ايش؟ اللي براكتيكال ديفايسز هاز ليميتيشنز. قلنا لما تشتري انت لمضه ولا اي شيء بيكون عليها مكتوب الوات اللي لازم تشتغل عليه، غير هيك ممكن تنحرق او ما تشتغل. هذول الاسباب دراسه الباور. وشفنا المثال وثبتنا اللي هي العلاقه، قلنا في عندنا ابزوربينج باور، مظبوط اذا متذكرين. متى بيكون ابزوربينج باور؟ هذا نشوف. هي عندي هذا الف، هذا سيركت اليمنت صح؟ هي عندي البلس وهي الماينس. قلنا اذا اتجاه الفولتج دروب بهذا الاتجاه صح، واتجاه التيار بهذا الاتجاه، they are in the same direction. قلنا الباور اي علاقه بتربط الفولتج مع التيار بعطيها بلس. وقلنا البلس بالنسبه للباور شو تعني؟ انه هذا الاليمنت هذا ابزوربس، بيستهلك باور. هو مستهلك. صحيح. مستهلك. طيب نيجي ناخذ بالمثال الثاني، هاي عندي الفولتج، هاي عندي التيار، اتجاه الفولتج دروب وين؟ بهذا الاتجاه. اتجاه الكرنت وين؟
هذا الاتجاه. إذا عكس بعض قلنا أي علاقة تربط الفولتج مع التيار بتكون نيجاتيف. إذا الباور هون تساوي ماينس في أوف دي ناقص آي سوري هنا نمسح آي أوف دي مزبوط. هلا الماينس هاي بالنسبة للباور شو تعني؟ بالنسبة للباور شو تعني هاي الماينس؟ سبلاي ديليفر أو سبلاي صحيح أو سبلاي يعني زي الجنريتور يعني أول شيء بالضبط زي الجنريتور. الجنريتور بيطلع تيار مش بيستهلك تيار مزبوط صحيح. بينما مزبوط. المقاومة تسحب تيار حتى الواحد يربطها. وشوفنا اللي هو موضوع المضخة إذا متذكرين وناقشنا إنه شو العلاقة بين الشغل وبين الباور. هلا نيجي على اللي هو القانون conservation of energy والكل بيعرفه. الconservation of energy يا جماعة شو بقول؟ the law of conservation of energy must be obeyed in all or in any electrical circuit. لما يكون عندك أي electrical circuit لازم شو يعني اللي هو conservation of energy؟ مجموع الباور اللي delivered اللي تولدت تساوي مجموع الباور اللي استهلكت. هذا هو conservation of energy. summation of B delivered سوري خلينا نمسحها نظبط لكم اياها نكتبها صح summation of b delivered اوكي تساوي summation of b consumed يعني اللي بتستهلك تساوي مجموع الطاقه اللي تولدت. كمان شيء اذا الجبر هو تعريفه ذا الجبريك sum of power in a circuit at any instant of time must be zero يعني b delivered summation of B delivered زائد B consumed should be zero مظبوط or مش هيك لا هو مش هيك هذا بتكون negative B consumed تساوي صفر. إذا المجموع لازم يكون صفر تمام نكمل تمام نشوف مثال هي انه هو المثال calculate the power or calculate power supplied or absorbed by each element. هاي دائرة عندنا هون بدنا نفحص تيار السبلاي نحدد اول شيء نوجد الباور لكل وحدة ونتأكد انه supplied or delivered. هاتوا ناخذ للسورس هذا الباور شو تساوي V في I قديش ال V 20 فولت والتيار 5 امبير 5 امبير بلس ولا ماينس يلا فكروا لي فيها شوف بلس هاي بلس دكتور ماينس لحظه خليكم معي الخط دخل فيه بالسالب ما عمل ريكوردينج هسه بلش رد نمسحها عشان اللي بيحضر نعمل زوم كلنا لمين لا اللي هو الفولتج سورس هاي بدي اعمل زوم هاي هون قديش 20 فولت وهون اذا اتجاه الفولتج دروب وين هيك الفولتج دروب هيك كلنا واتجاه التيار وينه هيو 5 امبير هل هم بنفس الاتجاه ولا عكس عكسه عكس اذا اي شيء كلنا اي شيء بربط الفولتج مع التيار باخذ نيجاتيف في هاي الحاله صح اذا ماينس 100 وات صح طيب بس شو تعني لنا الماينس هاي شو اللي بتعني احنا سبلاي ايش بدعم سبلاي طيب بنشوف الحاله اللي بعديها الحاله اللي بعديها اللي هي مين هاي اعملوا لي زوم على هاي يلا انا ليش مره بشتغل بالماوس مره بشتغل. طيب هاي بدي اعمل زوم على هيدي الاليمنت هذا اذا اتفقنا البي تاعت ال 20 فولت هذه تساوي ماينس 100 وات والماينس قلنا ايش سبلاي. طيب نيجي نطلع زوم على الثانيه هيها الاليمنت هذا وين اتجاه التيار عكس البطاريه عكس ال من شمال انا بحط بلس ماينس التيار من وين جوا الاليمنت ماشي من البلس معاه من الموجب للسالب زيه بالضبط هاي اي اللي هو قديه 5 امبير والفولتج قديش 12 فولت بنفس الاتجاه الفولتج دروب مع التيار مزبوط هذا بي 2
اذا بي 2 قديش تساوي 60 ضرب 12 بلس ليش بلس بنفس الاتجاه عندنا 60 وات سبلاي ولا سوري كونسيوم كونسيوم يستهلك نشوف الاليمنت اللي بعده هذا هذا سهل يلا من هون واحنا فيه وين اتجاه الفولتج البوتنشال دروب هيك صح واتجاه التيار جوا الاليمنت نفس الاتجاه اذا بي 3 تساوي 8 ضرب 6 امبير بلس لانه بنفس الاتجاه قديش بيطلعوا وات كونسيوم ولا ديليفر كونسيوم طيب نشوف مين هذا السورس كان مش معطي قيمته خلص بلاش منه لازم معطي هاي تتأكد ايوه معطي ايوه هذا حلو السورس خلينا نركز فيه طيب قديش اتوا ناخذ السورس هذا يلا اول شيء هذا شنو نوع السورس current source ها current source current source voltage controlled ولا current control وحدان تقدر تطلع ما في مشكله كمان مره هذا current controlled ولا voltage controlled مين بتحكم فيه هي بتحكم اي اذا current controlled نوعه current source current controlled current source طيب كديش قيمة التيار تاعته؟ اي كديش؟ 0.2 ضرب اي صح؟ كديش 0.2 ضرب اي؟ اي اني اي؟ رئيسية 5 اي الرئيسية اي كديش قيمتها 5 يعني كديش؟ 1 امبير صح؟ هاي الاي طيب كديش الفولتج اللي عليه؟ مين بيقول لي كديش الفولتج اللي عليه؟ بعتبره على نفس ال صح على نفس ال V3 نفس الافرع ما هو نفس الفرع ايوه هذا برلل مع هذا هاي برلل مع هاي بعدين بنناقشوا البرلل هاي برلل قديش قيمه الفولتج يعني اذا نفس 8 فولت 8 فولت طيب اذا قديش البي هاي تاعته الباور 8 ضرب 1 8 وات طيب بلس ولا ماينس هاند يجي عندي ماينس بلس ولا ماينس ماينس ليه عكسه سبلاي سبلاينج لانه هي اذا بدكم نمسح بنمسح ونركز يلا ها هاي هنا اتجاه التيار هيك واتجاه البوتنشال دروب هيو هيك عكس بعض اذا ايش اذا سبلاي وضحت للجميع هذه الامور كيف تميز باتجاهات مهمه يا جماعه لانه طيب احنا هيو اتفقنا طلعنا هون تعالوا نتاكد مع بعض الحل هاي طلعت سبلاي 100 وات هاي كونسيوم 60 وات هاي كونسيوم 48 وات والاخير سبلاي 8 وات هات نتاكد من قانون حفظ الطاقه بي ابزوربد لازم تساوي لحظه بي ابزوربد لازم تساوي بي سبلايد هيهم 108 هذول ايش سبلايد وقديش هذول مجموعهم 108 كونسيوم اذا صفر لازم اتاكد من قانون حفظ الطاقه طيب يلا ليتس بروسيد هلا بدنا نروح خطوة للأمام ممكن دكتور ممكن بس تعيد ال B4 كيف طلعتها؟ B4 وين B4 هاي؟ طبعا طيب ماشي ممتاز يلا للي ما فيه ما يركز معنا ال B4 زميلكم بيت طيب أنا بقول هاي أنا تسمع أوكي هاي بدي أرجع أنا أرسمه هاي اتجاه هذا تيار هذا هذا current source صح؟ current source كديش الفولتج عليه؟ 8 فولت ليش؟ لانه برا لل B3 هذا الاليمنت ال B3 صح؟ طيب قديش قيمة التيار هنا؟ 0.2 ضرب I I وين I؟ هيها قديش قيمة I؟ 0.2 ضرب 5 مش كل هذا dependent source dependent بيعتمد على التيار somewhere else إذا 1 أمبير قيمته حلو هلا هون دكتور طب دكتور ليش ما خلص 6 أمبير تبعات ال B3 لا معناته انت مش متبع معنا خليك معي هذا السورس هذا قلنا عنه current source وبيتحكم فيه مين هذا dependent يا سألت dependent مين بيتحكم فيه بيتحكم فيه قيمة التيار اللي هون لأنه هاي مضروب 0.2 في I أني I هاي يعني ممكن هاي يسميها صحيح X يسميه هنا 0.2 في X التسمية
ما دخلها في الثانية. خلاص طيب. فهمت عليك دكتور. فصارت هيك كنت التيار تاعته. عشان هيك بنسميه dependent voltage source. dependent مش independent. يعتمد يعني بالعامية بيقولوا له إمها. بيعتمد يعني هو مش من قراره مش من ذات نفسه. قراره بيعتمد على قيمة التيار الموجودة هان. طيب إذا وين الفولتج دروب هيو صح؟ هي اتجاه الفولتج دروب. وين اتجاه التيار؟ هي اتجاه التيار. عكس. جوا الإليمنت دائما يا جماعة الفحص مش برا الإليمنت. إذا عكس بنعطي نيجاتيف. تمام؟ وبعدين بنجمع بيطلع معنا. دكتور التيار 6 أمبير على بي 3 هو مجموع التيارات صحيح؟ 6 أمبير وين على بي 3؟ صحيح. صحيح. هذا انت على كي سي ال هسه ندرسه هلا ندرس الكي سي ال استعجلناش تمام هذا وضح الموضوع هلا نروح على نبلش هيك نفهم الدائره كيف تجزئتها يعني مثلا انت لما تروح على مدينه بصير تقول هذا شارع هذا جبل هذا مش عارف ايش هذا واد هذا عماره هذه دار هذا مخزن هذا صح نبلش نقسم الدائره نفهم كيف تجزئتها ففي عندنا اول ديفينشن يا جماعه اللي هو أول ديفينشن بيكون عندنا النود النود ماشي النود خلينا نتبع هون النود طيب شو هي النود طيب هلا بنشوف شو هي النود أنا زي ما قلت لكم يا جماعة عندي مشكلة أوكي شو هي النود النود شوف شو طريفها هي a point of connection of two or more circuit elements إذن a point of connection of two or more circuit elements نقطة مشتركة بين عنصرين أيوة a point of connection of two or more circuit elements تعالوا نشوف مع بعض هلا هذا النود ولا مش نود 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 هذا نود نود كم element intersect فيها هاي واحد ثلاث اثنين ثلاث هذا برضو نود واحد اثنين نود. ثلاث هذا نود نود كم واحد واحد اثنين هذا نود نود هذا نود هذا نود اذا هي تعريف النود واضحه روح على اللوب اللوب شو هو اللوب بقول لك هو اللوب اي اني كلوزد باث ثرو ذا سيركت ان ويتش نو نود از كروزد مور ذان وانس حلو اللوب كمان مرة أي closed path in the circuit in which no node is crossed more than once تعال نشوف شو يعني اللوب بقول لك مثلا خذ هاي النقطة هاي نود صح صح هذا closed path هذا اللي ماشي أنا في closed path صح صح ده أرجع لها بدون مقطع أيوة لازم أرجع عندها بدون مقطعها إذا قطعتها كمان مرة بطل اسمه لوب يعني أعطيكم إشي مش اسمه لوب طلعوا ها هاي هاي الزرقاء هاي مشيت من هون 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 رجعت هيك رجعت هيك قطعتها ولا ما قطعتهاش هاي النقطة قطعتها بطل اسمه لوب اللوب بقول لك ابدأ من نقطة نود روح لف زي ما بدك وتقطعها وصل عندها وقف يعني كمان تقدر تقول من هون تعمل لوب أنا هاي 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 لوب ولا مش لوب يا جماعة هاي لف 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 ارجع عندها وقف لوب إذا اللوب بتقول لك ابدأ من نقطة وتقطع هاش فقطعت بطلت لوب طيب نيجي على المش المش نفس اللوب بس مخصصة أكثر شو بقول لك أني لوب إذا هو عرف اعتمد على تعريف اللوب أني لوب that does not contain within it another loop أيوة لازم داخل اللوب ما يظهر كمان لوب يعني هاي لوب هاي كلوز ذات صح فقط هذا لوب هل هذا مش ولا مش مش فيش جوا لوب بالضبط طيب لو هذا جيت قلت لك هذا مش ولا لوب لا هذا لوب عادي هذا لوب وليس مش لانه احتوى جواه احتوى جواه اللوب الاحمر هاي واحتوى هاي كمان واحتوى هاي فهو ما بزبط اذا اللوب المش هو سبيسيفيك اكثر بقول لك انا هو انا عباره عن لوب ولكن ما بدي جواه يكون كمان لوب يعني البيسك لوب هذه بيسك لوب هذه بيسك لوب هذه بيسك لوب وهي مش كل الاحمر مش بينما اللي بالازرق هذا لوب وليس مش هذا لوب
استنى لحظة، خلينا ناخذ لون ثاني برضه بالأخضر. هذا برضه هو عبارة عن لوب الأخضر وليس مش. ليه؟ لأنه جواه كمان لوبس. وضحت كيف الفرق نفرق بينهم؟ لأنه محتاج هذه الديفينشنز حتى بعدين نعمل كي في ال وكي سي ال والشغلات الثانية. إذا نرجع نلخص كمان مرة، النود هي interconnection of two or more circuit elements. هذا نود نود نود. اللوب اللوب بقول لك أي closed path you do not cross the node twice. Don't cross the same node twice. سميه لوب. والمش هو نفس اللوب بس ما يكون جوا كمان لوب. هذول three basic definitions. أيوه هون بوضح لك، حط النقاط السود إنه عندنا هون. شوف هذا المثال، هات نشوف مع بعض قبل ما يحط النقاط السود هون. هون يلا هذا المثال، وين النود وين المش؟ هاي عندي إليمنت، هذا هل هذا نود ولا مش نود؟ نود. هاي إليمنت، هاي إليمنت مزبوط. طيب هذا نود وهذا نود؟ لا لا، هذول كلهم نود واحدة صح؟ آه سينجل نود. ليش؟ أنا يعني بقدر أرسمهم هيك أنا صح؟ آه صح. يا جماعة هلا أنتم بكم يصير عندكم شوية تمييز بين النودز، كيف بدك تبسط يعني هنا. هاي تريكي، هاي بتخدعك. إذا قدرت أنت ترد تعملهم رسم، تعيد رسمهم بهذا الشكل، بتعرف إنه one نود. وهي هون عندي one نود، كم نود في الدائرة كلها؟ ثنتين. two نودز. بينما ممكن الطالب لو خلاها بهذا الشكل يجي يقول والله دكتور هاي نود هاي نود هاي نود. طبعا لا أكثر من ثنتين، ثلاثة إحنا عندنا بين المقامتين. أيوة صحيح. هاي واحدة لداخل الأخضر، هاي تنتين، هاي ثلاثة. إذا عندنا three nodes. three nodes. طيب والأسلاك اللي جوا وينهم؟ عند R single. هدول single node هدول؟ لا عند R واحد و R اثنين تحت يعني. يلا بشوف فيهم وينهم هدول؟ آه بقدر أحطهم. هاي one node. صح مشترك. تعال شوف كم إليمنت فيها، واحد اثنين ثلاث أربعة إليمنت، أربعة إليمنت بتشبك هاي النود، وهاي نفسها هذه بتشبك أربعة إليمنت one node. وعود تتخربطوا، هذه one node. إذا عندنا one two three nodes موجودات فقط في الدائرة هذه. تمام. طيب شو بعديها عندنا؟ هاي رسم لكم إياهم هنا رسمة موضحة أكثر. 3 نودز هي موضحات بالرسمي إنهم 3 نودز. طيب هلا نروح حبة زيادة لقدام بعد ما تعرفنا على النود واللوب والمش وعرفنا كيف نعد النودز بالدائرة. نروح نتعرف على السيريز كونكشن. طبعا كله هذا عادي بالنسبة لكم يا جماعة، انتوا يعني ماخذينه في المواد الأخرى، بس خلينا ايش وي ستريس اون ذا ايديا. هات نشوف شو تعريف اللي هو السيريز كونكشن. السيريز كونكشن تعرفوا all of the elements in the circuit shown below carry the same current. تعالوا نتأكد من هذا الكلام. لو مررت أنا مي من هون، معنا تخيلنا التيار هو عبارة عن ماء، بنفس التيار بمر هون ولا لا؟ بنفس التيار بمر هون ولا لا؟ هون ولا لا؟ نفسه وبدي يرجع بالضبط. إذا هو شو يعني السيريز كونكشن؟ هو الإليمنت اللي بيحملوا نفس التيار. الإليمنت لما يكون بيحمل نفس التيار then they said to be connected in series. مظبوط؟ ليش؟ لأنهم بيحملوا نفس التيار. طب شو اللي بيختلف هون؟ الفولتج. هاي فولتج، هاي فولتج، هاي فولتج مختلف، هاي فولتج مختلف، سوري هاي فولتج مختلف. إذا السيريز كونكشن اللي بيختلف الفولتج و they carry the same current. the same current. إذا هذه طيب هاتوا نعد مثلا كم نود فيها، كم نود هذه فيها يا جماعه الدائره؟ اي واحد ثلاثة اثنين ثلاثة أربعة أربعة أربعة. تعالوا على النقطة هاي، هاي إليمنت وهاي إليمنت، هاي النقطة هاي إليمنت وهاي إليمنت، هاي النقطة هاي إليمنت وهاي إليمنت. إذا عندنا أربعة إيش نود. البارلل كونكشن بقول لك الإليمنتس إن ذا سيركت وين they are having a common voltage across them
then they are said to be connected in parallel. بنلاحظ انه الفولتج لو جيت قسته على هذا they have the same terminals, exactly, they have the same terminals, زي شايفين نفس الterminals. Then they have the same voltage. يعني هذا ال V عليهم كلهم. طب شو اللي بيختلف بين بعض؟ تيار. تيار. نلاحظ انه تيار هذا بيختلف عن تيار, هذا بيختلف عن تيار. يعني احنا بنحكي عن التوالي والتوازي يا دكتور. Exactly. هذا التوازي وهذاك اللي راح التوالي. توالي تتوالى, يعني متوالي ورا بعضها. توازي متوازيات. They have the same terminals. هلا 2 كيلوز تيك 2K laws for analyzing circuit من اهم القوانين اللي احنا حندرسهم. طبعا احنا درسنا اللي هو قانون اوم, يعني انتم الدوائر حتلاحظوا انها هي عباره عن كم من قانون, ثلاث اربع قوانين. اول واحد هو في ار في اي, والباور تساوي في في اي. خلصنا تمام. هلا من القانون المهمه اللي بيساعدنا في حل الدوائر, تذكروا احنا قلنا عندنا ال R وال L وال C وال voltage source وال current source, وأنا بدي أعمل إيش؟ أوجد ال V وال I. بعمل analysis صح؟ إحنا نعمل في هذا الكورس analysis, نحل ناش نعمل design. فمهم إلنا نفهم كيف نعمل analysis والطرق. طيب نشوف هذا ال KVL وال KCL, Kirchhoff voltage law وKirchhoff current law. ال Kirchhoff voltage law شو بحكي؟ The algebraic sum of the voltages around any closed path. شوف شو بلش يظهر معنا الآن. كلمة إيش؟ closed path. closed path اللي هي مين؟ loop. loop. صحيح. بقول لك امسك أي loop واجمع التوتال sum, الالجبريك sum of the voltages, لازم يصفر. يعني summation of V around, يعني المجموع تساوي صفر. loop should equal to zero. مجموعهم يساوي صفر. مجموعهم لازم يساوي صفر. طيب اذا كيف بدك تعمل؟ بقول لك start at any point in the path, in a path, go around the loop in either direction until you return to the starting point, use a consistent sign convention. ايوه شفتوا ليش درسنا sign convention؟ عشان يصفر معي السم. لو انا كله حطيته بلس وما اهتميتش بالاشاره, حلاقي حالي ما يصفرش. القوانين هذه مش حتصفر. مش عشان هيك قلت لكم مهم جدا انك تفهم كيف تحط البلس والماينس. مهم لانه انت افرض واحده حطيتها بلس وهي ماينس, حتلاقي حلك خطا. اذا يوز كونسيستنت ساين كونفنشن اللي هو الباسيف ساين كونفنشن اللي تعودنا عليه, احنا تعلمنا عليه. اذا ابدا من نقطه, بقول لك لف 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 لف, ارجع لنفس النقطه, سم ذا فولتجز, وانتبه للإشارات, لازم يصفر معك. هذا اللي بيحكيه هون. طيب هات نشوف. ايوه عندنا حل هون, عندنا مثال, نشوف كيف نحل. هي عندي دائرة. طيب كم لوب فيها؟ واحد. وعندي لوب واحدة. واحد. اكزاكتلي. كم مش؟ مش واحدة. مش واحدة. انا بطلع على الشاتنج, اللي بده يكتب على الشات كمان بيكتب. فور نود. أربعة نود. هاي واحدة, هاي ثنتين, ثلاثة أربعة, هاي واحدة, هاي ثنتين, هاي ثلاث, هاي أربعة. أربعة فقط. عنا we have four nodes. نود. عنا one loop وهي نفسها مش. It is a mesh. هذا بالنسبة لنا. هلا شو نطبق Kirchhoff voltage law. شو بقول Kirchhoff voltage law؟ summation of voltage around a closed loop should equal to zero. حلو حلو جدا. طيب اوكي هاتوا نشوف اول وحده. انا طلعوا اللي بيكون مش محطوط له اشاره يا جماعه اللي هو المقاومات, وزعهم انت زي ما بدك. هي وزعت هيك صح؟ وزعت هيك. قلنا لما ما يكونش عندي اشارات حط زي ما بدك, ما في مشكله. سميها هاي في 30, يعني ترمز لل 30 اوم, وهذه سميها في 15, ترمز لل 15 الاوم صح؟ بدي اعمل انا ابدا من نقطه هاي, كان ابدا من اي نقطه صح؟ لف, انا بدي الف عايق مع عقارب الساعه هيك. تمام يلا. هلا وين بتضرب بماينس؟ بتحط ماينس. وين بتضرب ببلس؟ بتحط بلس. يلا بلشت الف انا, هاي لفيت. خلينا نرسمها. اوكي هاي بلشنا من هاي النقطه, خليني اخذ لون ثاني احمر. هاي بلشت الف من هون, ضربت هون في ايش؟
بماينس ماينس ماينس 120 فولت. كمل ضربت فون في ايش؟ موجب بلس زائد في الى 30 اوم شيلها فولتج صحيح. طيب بكمل كمل لي هيك ضربت وين هون؟ بلس 30 فولت بالبلس بحط بلس 30 فولت. كمل ضربت هون في ايش؟ بلس في 15. كمل رجعت مكاني وقف. قديش لازم هذول يساووا؟ صفر زيرو. اذا كي في ال هذا هذا الكي في سوري هذا اللي هو لحظة نضبط الوضع هون هذا الكي في ال. ايوه ما خلصتش انا بجمع الحدود اللي مع بعض مثلا ماينس 120 و30 ماينس 90 زائد في 30 زائد في 15 يساوي صفر. 90 باخذها على الشمال بيصل لعندي في 30 زائد في 15. طيب حسب قانون اوم في 30 قديش تساوي؟ R 30 في اي اي ار في اي اذا تساوي 30 في اي في 15 في اي. ليش اي؟ ليش كلهم اي انا ضربتهم في اي هاي؟ لانه سيار اي لانهم ذي ار ان سيريز they carry the same current. No, نفس التيار واحد. نعم صح same current. باجي بعوض هذول بعوضهم هون اذا عندي انا 90 يساوي 30 زائد 15 الكل في اي صح اذا اي قديش تساوي 90 على 45 ويساوي 2 امبير صح تمام صحيح دكتور. طيب شو تعني لنا 2 امبير هاي هيك نعلق شوية طلعت بلس ولا طلعت ماينس معي؟ بلس طلعت بلس شو يعني بلس؟ يعني نفس الاتجاه اللي حطيناه اكزاكتلي نفس الاتجاه المفروض بالدائرة إذن هذا تعني إلنا نفس الاتجاه المفروض بالدائرة لو طلعت ماينس شو بتستنتج أنت؟ إحنا عكس الاتجاه عكس الاتجاه المفروض لا عكسي فقط فقط إنه بدل ما هو رايح لل مع عقارب الساعة بيكون عكس عقارب الساعة وخلص عكس اللي فرضناه يعني بالضبط that's it that's it خلصنا وضحت كيف الحال؟ تمام بعمل KVL طبعا حل كثير يعني بس احنا نفهم الموضوع بعمل KVL ببدأ من اي نقطة بوزع الاشارات اذا مش موزعة زي ما بدي يعني لو واحد اجا وزع ماينس بلس هو حر حر ما في مشكلة بيطلع الحل صح جرب في البيت انت انا وزعت هيك انت وزع العكس وزع هاي هيك اللي بدك اياه اللي مش موزعه توزعهم يطلع حل 100% بدكم نجرب بنجرب ولكن بدي اياك تجرب في البيت لازم يطلع معك 2 امبير تمام ببلش اجمع بالفولتج والف حتى ارجع على نفس النقطه وبقول هذا كله يساوي صفر تمام دكتور ايوه اذا فرضت بلس ماينس على مقاومه لازم كلهم يكونوا بلس ماينس ولا ممكن يعني قصدك قصدك اذا انا فهمت هيك قصدك انت انه انا فرضت هيك هون لازم افرض هيك لا تقدر تفرض هيك اوكي تمام بس لما تلفي ركزي لما تلفي احنا اول كنا عاملينها بلس بدها تصير ماينس تمام ضربت في ماينس عشان هيك انا يا جماعه كلكم بدي اياكم في البيت تحطوا الاشارات انتم زي ما بدكم وترجعوا تحلوها الكل مطلوب منه هيك بعد ما اخلص وربع يقنع نفسه انه اللي بنحكي فيه صحيح تمام دكتور طيب نروح نكمل خلينا نكمل بعدها هنا بدي يوجد الفولتج طبعا بعد ما خلصنا اي هون عندنا الفولتج يتاكد الفولتج مثلا اجى سالك قديش الفولتج على 30 اي الفولتج على 30 اوم 30 في اي طلعت 60 فولت وهون قديش تطلع 15 تطلع 30 فولت هات نظبطها اكثر اذا طلعت هذه طلعت 30 فولت هذه طلعت قديش 60 فولت تعال نرجع نتاكد انه مزبوط اللي عملناه هاي برجع بحل من هون يلا لفوا معي هيك ماينس 120 زائد 60 زائد 30 زائد 30 صفرت ولا ما صفرت 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 تمام هسه لو انت زميلتكم كانت مثلا هي فرضت هيك زميلتكم بتقول لو انا فرضت هيك مثلا قبل شويه راح يطلع معك ماينس 60 تمام تمام تمام
لما بتلفي لفيت صارت ماينس ماينس 60 كديش يعني 60 موجب. طيب فتأكدوا جميع في البيت بدي اياكم خربش جرب اقنع نفسك. هلا بدنا ناخذ سيركت موجود جواها ديبندنت سورس، هاي سيركت ثاني تمام، هات نحلها مع بعض. يلا نفس الطريقه نبلش، انا بدي ابلش من هون، بحب ابلش من هون. كيف صارت الساعه عندكم؟ 47 دكتور. طيب حاب ناخذ بريك الى ال 50؟ يلا اوكي ماشي. جربتوا تحلوا؟ جربتوا تحلوا ولا ما جربتوا؟ دكتور الحل واضح اظن يعني ما بده شيء. يلا خلينا نناقش فيه. هذه هي الدائره مش هاي هاي وراها. عندنا هذا السؤال شو بقول عندنا هون؟ بقول هذا السؤال التالي بقول انه بدنا نوجد اي. اذا عندنا هون نطلع بس على الاليمنتس الموجوده، عندنا ديبندنت فولتج سورس هذا اندبندنت، عندنا مقاومه، عندنا ديبندنت فولتج سورس ولا كرنت سورس؟ فولتج سورس لانه عندنا بلس وماينس فولتج سورس، وهون عندنا مقاومه. هذول كل الموجودات عندنا. هلا نفس الطريقه احنا ليش حاطين الحل هون لحظه. طيب نفس الطريقه بنمشي بنقول نبدا اي نقطه، اختار اي نقطه، هي انا اخترت نقطه هون. طبعا هون اذا مش موزع انا بوزع، هي وزعت هون البلس ماينس، هون موزع موزع جاهزه. طيب نبلش مع بعض يلا كيف نشتغل؟ نبلش نلف من هون. بدنا نستخدم كيرتشوف فولتج لو. كيرتشوف فولتج لو بيقول انه السميشن اراوند كلوز لوب شود ايكوال تو زيرو. شود ايكوال تو زيرو. هات نبلش. هون ضربت في ايش؟ بماينس. ماينس قديش؟ ماينس 120. كمل ضربت في ايش هون؟ بلس. بلس قديش؟ في في 30. قديش في 30؟ 30 اي. 30 اي. كمل ضربت في ايش؟ 2 فولت بلس 2 في اي صح؟ قيمة الفولتج هون 2 في اي، وهون ضربت في ايش؟ ضربت 15 في اي. برجع بكمل وصلت نفس المكان خلص يساوي صفر صح؟ دكتور في 15 اي. خليك خليك مظبوط اللي بتحكي فيه مظبوط مظبوط، بس انا هون شو عملت؟ بما انه هو حاط الفولتج سوري في اي هي نفسها 15 اي يعني بالضبط. ايوه في اي هي 15. تعال نطلع على في اي مع بعض. ها زميلكم بيقول في اي، انا هاي في اي بدي اخذها على جنب. الان هاي 15 اوم، هاي ماينس سوري ماينس بلس صح في اي، وين اتجاه التيار؟ هاي الاي. تعال نكتب علاقتها VA شو تساوي؟ VA شو تساوي؟ يلا ماينس 15 اي. ماينس 15. ماينس 15 ليش ماينس؟ لأنه عكس ال عكس بعض، الفولتج دروب عكس الاي عكس سوري. ممتاز الفولتج دروب عكس اي. هلا انت بدك عندك هاي ايكويشن هون، عندك ايكويشن صح؟ كم unknown فيها؟ two unknowns، عندنا unknown i وعندنا unknown va. unknown va صح؟ هاي كمان equation عشان تحلل الموضوع. هسا بدك تحط تعوض va، بدك تعوض i، انت حر. هات نعوض va حتى نوجد i. minus 120 زائد 30 i زائد 2 va كدش؟ minus 15 minus 15 i ناقص في اي قديش؟ ناقص ناقص زائد 15 اي زائد 15 يساوي صفر. صار عندي 1 فاريبل بدك تجمعهم. هاي ال 120 وديتها على اليمين، 30 اي ناقص 30 اي صفر صفر. ضل عندي 15 اي، اذا قديش اي؟ 120 على 8
8 تطلع 8 120 على 15 8 ممتاز. اذا اوجدنا هون شو بده انا فايند اي اوجدنا له اي صح اوجدنا له اي. هلا اذا بدك في اي قديش في اي تساوي ماينس 15 في 8 15 فولت في 8. طب هون يا جماعه ليش طلعت معنا ماينس الفولت؟ شو يعني ماينس 15 في 8؟ يعني هو فارض انه الفي اي هيك صح، وهي الحقيقه ايش؟ هيك عكس هيك الحقيقه، ما صار مشكله. السواء الاشارات بتضمن لي حقي، بتضمن الاتجاهات الصحيحه. اذا وضحت اوجدنا اي، هي اي، هي اوجدنا اي طلع قديش 8 امبير ممتاز. هسه شو بدنا؟ كالكوليت and calculate the power absorbed by each circuit element. يلا مع بعض هاتوا نطلع على هاي. هاي هذه اللي هي بي ال 120 سموها. شو تساوي في في اي؟ قديش الفي؟ 120 الاي ضرب 8 بلس ولا ماينس؟ راح بلس ماينس ماينس ماينس. هاي ها زبط لك اياها. هاي الفولتج تاعها واتجاه التيار كيف؟ هيك عكس عكس الفولتج دروب. عكس كنا بنعطي ماينس يعني سبلاي، والفولتج سورس عادة سبلاي عادة. نطلع على هاي، نطلع على هاي قديش الفي عليها، او نستخدم الباور ل 30 اوم تساوي اي سكوير في ار، القانون الثاني مظبوط. اي سكوير في ار قديش؟ اي 8 تربيع ضرب 30 وتساوي واتيفر سبلاي ولا كونسيوم؟ هاي كونسيوم. عمرك شفت مقاومه سبلاي؟ هاي يا جماعه عمرك شفت مقاومه بتعطينا باور؟ لا لا اكيد لا. طيب نيجي نطلع على السورس هذا، السورس هذا هاي هاي البوتنشال تاعه واتجاه التيار من ايش؟ مع الفولتج دروب. هاي الفولتج دروب بالازرق ارسم لكم اياه، والتيار برضه بالازرق هيو مع بعض. اذا بي 2 في اي تساوي ايش؟ الفي في اي. قديش قيمه الفي؟ 2 في اي ضرب اي. في اي قديش طلعت معنا يا جماعه؟ الفي اي ماينس 15 اي اذا يساوي ماينس 2 ضرب 15 ضرب اي سكوير صارت. اذا ماينس قديش؟ 30 اي سكوير. حط الاي قديش بيطلع عندك؟ هذا سبلاي ولا كونسيوم؟ سبلاي سبلاي لانه نوت ماينس طلع، لانه هذه الاشارات الفي اي، الفي اي طلعت قديش هي علاقتها مع الاي؟ ماينس 15 اي، فحطيناها طلعت ماينس. طيب طلع عندي ايش؟ ريال 15 اوم، ال 15 اوم مع بعض. يلا هي اتجاه التيار وهي اتجاه الفولتج دروب صح؟ الفولتج دروب عكس بعض. اذا الباور يساوي ماينس اي في اي، في اي في ايش؟ في اي. قديش في اي طلعت؟ ماينس 15 يعني ماينس ماينس 15 يعني اي 15 تربيع صارت. اذا صارت عندي هون 15 اي تربيع. اذا هاي كونسيوم، لاحظ كيف عدلت حالها كونسيوم اكيد طلعت كانت ماينس هون وعدلتها الفي اي طلعت كونسيوم. اوعى تقدر كمان من السيمبل بتقدر تعرف كمان يعني دكتور طبعا. بس احنا خلينا مركزين على الكونسبت اللي تعلمناهم. اوعى تفكر مقاومه تروح كاتب انها ديليفر اور سبلاي، اوعى بيكون عندك مشكله بالحل. هلا ممكن السورس سبلاي وممكن كونسيوم ما في مشكله، ولكن يطلع معك مقاومة شو اسمه اللي هو سبلاي ما مستحيل. لا مستحيل. اذا هاي الانسرز ايوه، لما يكون عندنا كلنا هون الماينس يعني سبلاي، هاي هاي ايش سبلاي، وهذه كونسيوم، واللي بعدها كونسيوم. لاحظ هسه بدنا نتاكد من قانون حفظ الطاقات نجمعهم. يلا اجمع لي الماينس مع الماينس، الماينس مع الماينس بيطلعن 2880 اعتقد، وهدول 2880 هذول ماينس هذول بلس، اذا كله مع بعضه زيرو.
هذا إذا قانون حمض الطاقة بيخليك تتأكد من حلك هل هو مزبوط ولا مش مزبوط. معنا وقت؟ معنا دقيقتين دكتور. طيب هاي سهل خلينا نخلصه. خلينا نخلص مع بعض هذا سهل جدا. طلعوا معي. هون شو بقول؟ find vx و vy. تعالوا بس نحلل على السريع حتى نثبت المعلومة. نحلل على السريع مع بعض. شوفوا هاي موزع الإشارات موزعة طلع هون ماينس بلس موزع زي ما بده هو حر. طبعا لما يكون يا جماعة عندك دائرة موزعة اوعى تطب فيها. اوعى تطب فيها خلاص هو اللي موزعه بتمشي عليه. تمام؟ ممنوع ترجع توزع عليها. طيب خلاص موزعة جاهزة. شو بقول؟ find vx و vy. شو رأيكم بده في واي هاي؟ بده في واي هاي كيف أوجدها؟ بعمل لوب في نفس الهاي بالضبط بعمل لوب هاي. ليش ليش زميلكم قال بدي أعمل أو نحكي هاي؟ خلينا نحكي مش يعني هاي ليش بديش أعمل هاي؟ ليش ما عملتش هاي؟ لأنه عندي two unknowns في هاي اللوب لأنه غاد في مجهولين هاي لوب 1 نسميها هاي لوب 2 لوب 2 فيها مجهولين اللي هو VX و VY فمش هيزبط معك فالأسهل لك إنك تعمل هاي لأنه بس واحد مجهول تعال نعمل KVL يلا سميها 1 KVL 1 بلشت أنا من هون يلا نبلش مع بعض امشي هون شو ضربت بلس 4 كمل اقطع شو ضربت ماينس 36 كمل شو ضربت بلس VY كمل وصلت مكانك ستوب يساوي 0 لما تعمل ستوب حط صفر اذا سهل جدا في واي كديش في واي كديش ماينس 32 32 هسه بتقدر تروح على اللوب الثاني عشان توجد في اكس تعمل كمان كي في ال هون يلا بلش بلشت انا من هون بلش هون فيش ضربت في ماينس ماينس 32 بالضبط كمل ضربت فيش هون بلس 12 نص 12 كمل اقطعها ضربت في ايش بلس 14 كمل اقطع ضربت في ايش بلس لا ستوب ماينس ستوب هلا هدول عاملهم كانهم دائره لحالهم صحيح هو بده في اكس بديش ليش ادخل هون هون ما فيش عليها فولتج وهي مش معروف الفولتج تاعها وهي مش معروف اوعى تدخل هون بتصير تريكي اوعى تدخل طب من ايش من ايش عرفت انا يا دكتور بس عشان الماينس والبلس اللي على الفي اكس هاي خلص ما هي هاي بتمثل كل هدول بالغنى بدون ما يكون واير يعني بالغنى عنهم صح بدون ما يكون واير خلص ما هذا بيمثل كل الفولتج الموجود جوا اوكي الصم تاعه فانت ضربت هون في ايش بلس في اكس في اكس اقطع ارجع مكانك خلص ايكوال زيرو هذا الفي اكس يا جماعه بتمثل كل اللي هون الصم تاعهم فما بحاجة انت تفوت جوا هو بيعطيك اياها اذا في اكس تطلع واتيفر هيك بنكون تقريبا فهمنا ان شاء الله كيف نعمل كي في ال فبيطلع معكم اللي هو 6 فولت والمره الجاي بنبدا بكيرتشوف كارنت لونش